أحيانا الله جميعا على خدمة الحسين وأماتنا جميعا على خدمته. وثبت أسماءنا في ديوان خدمة الحسين عليه السلام بعبق الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. في الليلتين الماضيتين كان لي حديث في ألمانيا في موكب شيعة علي عليه السلام تحت هذا العنوان: الشعائر الحسينية في ميزان القرآن الكريم. وتقدم الجزء الأول والجزء الثاني، وها أني أواصل حديثي وأكمل البقية التي لم يسنح الوقت ببيانها وإتمامها. الجزء الثالث من حديثي المعنون الشعائر الحسينية في ميزان القرآن الكريم. وصل بي الكلام إلى هذه النقطة للشعائر الحسينية ملامح ومميزات يتحسسها الحسينيون، يستشعرها الذين أدمنوا الخدمة الحسينية. أشرت إلى أهمها وبشكل سريع أعيد ذكرها وأستمر في حديثي من حيث انتهيت، ومن أراد أن يستمع إلى الأجزاء المتقدمة من هذا الحديث فهي منشورة على موقع زهرائيون على الشبكة العنكبوتية على شبكة الإنترنت. من هذه الملامح التي يستشعرها الحسينيون هناك حلاوة ولذة في هذه الخدمة، يستشعرها أهلها، يعرفها من كان من جنسها
وسائر الناس لها أجر. هناك حلاوة ولذة كما جاء في أحاديثنا المعصومية الشريفة، للإيمان حلاوة، للمناجاة حلاوة، وللذكر حلاوة. ومن أسماء الله التي جاءت في دعاء الجوشن الكبير يا حلو الذكر، حلاوة الذكر، حلاوة المناجاة، حلاوة الإيمان، حلاوة الولاية. على نفس هذا النسق هناك حلاوة ولذة في الخدمة الحسينية، وهي في حالة ازدياد وليست في حالة انتقاص. هي في حالة ازدياد عند من يدمن هذه الخدمة ويستمر فيها. هذه الحلاوة هي التي تكون سببا باعثا للحماسة في الخدمة وباتجاه الخدمة، التي تتأكد وتترسخ يوما بعد يوم في نفوس أصحابها. لا أريد أن أطيل كثيرا لأنني تحدثت عن هذا. المعلم الثاني والسمة الثانية، هناك حصانة في الخدمة الحسينية، وأعني بهذه الحصانة الذين تشربت قلوبهم بالخدمة الحسينية حتى وإن شذت بهم الطرق في مقطع من مقاطع حياتهم، حتى وإن تاهت بهم الأقدام في وقت من الأوقات، سيعودون إلى الحسين حين يسمعون صوت العزاء، وحين تصل إلى مسامعهم أصوات طبول محرم، أو حين يرون البيارق ترفرف في أجواء عاشوراء، سيعودون أدراجهم إلى الحسين، سيعيدهم الحسين. أولئك الذين تشربت في نفوسهم الخدمة الحسينية والذين نشأوا عليها، وسلف الذين طالت أعمارهم في الخدمة الحسينية سيحدثونهم كثيرا. هناك نماذج كثيرة لا مجال للحديث عن وقائع وأحداث لضيق المقام، وعندي مطالب عديدة أريد أن أشير إليها. فللخدمة الحسينية هذه الحصانة، ولن تجدوا حصانة كهذه الحصانة في أي ممارسة عبادية أخرى، في أي طقس من الطقوس الدينية الأخرى، لن تجدوا حصانة كهذه الحصانة. حيثما ابتعدت بالحسينيين أقدامهم فإن الحسين سيجرهم في النهاية، سيعيدهم. وذلك من مصادق ما جاءت به الأحاديث: لا تستعجلوا على شيعة علي فإنه ما زلت لهم قدم إلا وثبتت لهم قدم أخرى. وأوضح مصادق هذا الحديث هم الحسينيون. العلامة الثالثة أو السمة الثالثة سلامة الموقف. وأعتقد أن القضية لا تحتاج إلى شرح طويل،
السبب وضوح الحسين. الحسين واضح جدا، ولو شرحنا الحسين وبينا الحسين لأي عقل بغض النظر عن مشربه الفكري أو عن ذوقه العقائدي أو عن منحاه الديني أو اللا ديني، لن تجد أحدا إذا ما قرأ الحسين أو شرح له الحسين كما هو كما الحسين، لن تجد أحدا بحكم المنطق والعقل والوجدان والضمير الإنساني، لن تجد أحدا يكون مخالفا للحسين صلوات الله عليه بغض النظر عن الاتجاه الديني والانتماء العقائدي لأي جهة من الجهات، لأن الحسين معلم واضح لا يستطيع أي فكر أن يقاوم حقانية الحسين صلوات الله وسلامه. لذا هذه العلامة واضحة في الخدمة الحسينية، سلامة الموقف، سلامة الموقف في تشخيص الحق والباطل، والميزان هو الحسين صلوات الله عليه. ويترتب على هذا ما يرتبط بموضوع التمهيد، ولا أريد أن أعيد ما ذكرته فيما تقدم من كلام في الجزئين السابقين بخصوص التمهيد الذي هو واجبنا الأول والعهد الملقى في أعناقنا، التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك سمات أخرى وهناك علامات أخرى مميزات أخرى، ولكن قد يطول الحديث وأنا لا أريد أن أتشعب هنا كثيرا، لأن حديثي في هذا المكان في هذا المجلس في هذه الليلة وفي الليلة القادمة أحاول أن أجمل أهم المطالب المتبقية بخصوص هذا الموضوع. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما قلت حقيقة واضحة، وهذه الحقيقة الواضحة تتجلى في كلمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. كلمات أهل البيت، خصوصا الكلمات التي تسمع دائما ولا تبين حقائقها، لا يستشعر المستمع أهميتها. كلمة النبي الأعظم هنا حين يقول الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، إنه يشير إلى قانون الهداية، قانون الهداية يتناول نحوين من الهداية. هناك هداية الإراءة وهناك هداية الإيصال، ما المراد من ذلك؟ مرة يأتي شخص ليبين لك الطريق، حين تسأل عن مقصد معين
عن مكان معين فيشرح لك الطريق، يقول لك تتحرك من هنا، تذهب يمينا شمالا، تواجهك الحديقة الفلانية، البناية الفلانية. وهذا نحو من أنحاء القراءة، يريك الطريق. هذه هداية القراءة، ولكن هذه القراءة ليست بالضرورة أن تكون كاملة. حينما تكون القراءة فقط بالكلام ستكون القراءة ضيقة، وحينما تكون عبر جهاز ويريك الصورة تكون القراءة أكثر وضوحا، وحين تكون القراءة في النهار تكون أكثر وضوحا من القراءة في الليل. وحينما يصعدك في طائرة ويريك الطريق والمناطق تكون القراءة أوضح، وهكذا. القراءة على مراتب. هذه الهداية الأولى، هداية القراءة. والهداية الثانية هداية الإيصال، أن يمسك بيدك وأن يأخذ بك حتى يوصلك إلى المكان. وفارق كبير بين هذين النحوين. وحتى هذه الهداية، هداية الإيصال، هي أيضا على مراتب. لربما هذا الذي يأخذك من يدك ليس متيقنا هو من الطريق، هو يظن، ولذلك يتوقف هنا وهناك، هو أيضا يسأل، ولكن بعد ذلك يوصل. وربما يأخذك في طريق فيه مخاطر يوصلك من نتيجة، لكنه يأخذك في طريق فيه مطبات، فيه مشاكل. الحسين مصباح الهدى، هداية القراءة الواضحة المطلقة، وسفينة النجاة، هداية الإيصال الآمن. الحديث هنا يتحدث عن هذين النحو، عن هذين النحوين من الهداية، هداية القراءة وهداية الإيصال. الحسين مصباح الهدى، القراءة الكاملة يريك الصورة الكاملة، وفي نفس الوقت يوصلك بالوسيلة الآمنة بسفينة النجاة. ما يعبر عنه بسفينة النجاة هي السفينة المسرعة والمريحة، هذه التي يقال لها سفينة النجاة، السفينة السريعة والمريحة والآمنة. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، تتحقق هداية القراءة في فناء الحسين، وتتحقق هداية الإيصال في فنائه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القضية ليست مخصوصة بمجموعة من الناس، قد يكون الأمر بحسب الواقع الدنيوي وبحسب الظروف الاجتماعية وبحسب الواقع السياسي وبحسب كل ما جرى من أحداث ومن تراكمات تاريخية وعقائدية وفكرية وسياسية، أن الشيعة هم الذين ارتبطوا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه وتعلقوا به وأداموا ذكره. لكننا إذا أردنا أن ننظر إلى عمق الأمور، قضية الحسين تتجاوز مسألة الاعتراض السياسي. الاعتراض السياسي والوقوف في وجه الظالمين والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وسائر التفاصيل الأخرى هي أجزاء من المشروع الحسيني. المشروع الحسيني ليس مخصوصا بهذه الأجزاء فقط، هذه أجزاء من صورة كبيرة جدا، هذه قراءة جزئية لحاشية المشروع الحسيني. المشروع الحسيني فيه بعد تكويني فضلا عن البعد التشريعي، هناك بعد تكويني في القضية الحسينية، ومن إشارات ما هو موجود في واقعنا ومن دلائل ما يشير إلى ذلك حين يتحدث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فيقول بأن لقتل الحسين بأن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين، هذه الحرارة ليست قضية شرعية، هذه قضية تكوينية، هذه مسألة تكوينية وليست مسألة شرعية، يعني هذه القضية لم تتولد من قراءة كتاب، هذه الحرارة مسألة تكوينية، مسألة داخلية في الخلقة، هذه لم تنتج عن قراءة رسالة عملية تقول لك بأن هذا واجب وهذا محرم وهذا وهذا وهذا، هذه قضية تكوينية إلى دلائل كثيرة جدا، أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عندها، لكنني أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا العالم، هذا العالم الذي نحن نعيش فيه، حين خلق هذا العالم كيف خلقه؟ خلقه وهو محكوم بقانون البدء. أنتم قد تقرؤون في بعض الأحاديث أو تسمعون بعض الأحاديث من أن واقعة كربلاء كانت مقدرة منذ الأزل، وأن ما جرى كان لابد أن يكون، مثل هذا الكلام موجود في الأحاديث، ولو كان هناك متسع من الوقت لتناولت هذه الأحاديث، بل لو رجعنا إلى كتب اليهود والنصارى الموجودة حاليا وسأتناولها في قادم الأيام إن شاء الله تعالى، لو رجعنا إلى كتب اليهود والنصارى الموجودة حاليا التي يدين بها اليهود والنصارى وتفحصناها، الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد، صحيح نحن لا نجد شيئا صريحا، ولكن هناك بقايا واضحة إذا أردنا أن نتتبع وأن نربط فيما بينها، هناك بقايا واضحة تتحدث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا على أساس واقعة ستقع في يوم من الأيام من أحداث التاريخ، وإنما هي قضية مرتبطة في أصل الخلقة. أوضح هذا المطلب، قلت بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم، على الأقل العالم الذي نعيش فيه خلقه محكوما بقانون البدء، لذا قال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنه ما عبد الله بشيء أفضل من البدء، يعني معرفة البدء، فمعرفة البدء ومعرفة هذه الحقيقة تكشف الكثير من الحقائق وتضع النقاط على الحروف في كثير من المطالب المبهمة. هذا العالم محكوم بقانون البدء، ما المراد من قانون البدء؟
قانون البداء قانون فسيح وسيع، ليس كما يتحدث عنه بصورة ضيقة أنه يتعلق فقط بإطالة عمر الإنسان أو قصر عمر الإنسان أو إنسان ذلك، لأن هذا العالم عالم محموم بروابط وعلائق فيما بين الأشياء. الإنسان يجوع ويشرب، الإنسان وسائر الحيوانات والكائنات، هناك جوع وشبع، هناك عطش وارتواء، هناك مرض وصحة، هناك فقر وغنى وهكذا، هناك وهناك وهو، وهذه الأشياء متغيرة متقلبة، وهذه الأشياء قد تكون طويلة في الزمان أو قصيرة، قد تكون وفيرة في جهة من الجهات، وقد تكون منكمشة قليلة في جهة أخرى. الإنسان بين خوف وأمان، بين حزن وفرح، هذا هو البداء، التغير، حالة التغير. هذه الموازنات في العلاقات تؤدي إلى أي شيء؟ لأن الإنسان أساسا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفارا، إنا هديناه النجدين الطريقين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فجور وتقوى، شاكرا كفورا، جائعا شبعان، عطشان وريان، صحيح ومريض، غني وفقير، مهتدي وضال، جميل وقبيح، كريم وبخيل، شجاع وجبان، و و و و إلى كل شيء. كل شيء في هذا العالم على نحو من التضاد والاختلاف، وكل جانب من هذه الجوانب على مراتب كثيرة لها بدايات وليس لها نهايات. العالم محكوم بهذه القواعد وبهذه القوانين، إذن يمكن أن يذهب هذا العالم إلى الدمار، يمكن أن يدمر العالم نفسه بنفسه، إذن يمكن أن العالم هذا يكون في أرقى الدرجات، الإمكانية موجودة، ولكن يمكن لهذا العالم أن يدمر نفسه بنفسه. إن كان على المستوى التكويني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن كان على المستوى التكويني أو كان على المستوى التشريعي. ماذا يحلم العقل؟ ماذا يحلم المنطق؟ إذا كان العالم هكذا خلق بهذا النظام، أي عاقل أي حكيم يفكر؟ أليس الآن الكثير من الأجهزة، كثير الآن من الأجهزة، وصلت القضية الآن إلى السيارات إلى الطائرات، الآن أليس يوضع فيها برامج وإمكانات وقدرات تصحح أخطاءها وعيوبها وتصلح المشاكل التي تطرأ عليها، تصلح نفسها بنفسها؟ الآن الكثير من الأجهزة والكثير من الوسائل والكثير من الاختراعات بدأ الإنسان يزودها ببرامج ذاتية في داخلها تصلح نفسها بنفسها. لماذا؟ لأن هذه الأجهزة فيها قابلية الخراب. إذا كان الإنسان قادر على أن يجهزها
بحماية ذاتية. المنطق يقول لا بد أن يجهزها بحماية ذاتية كي يحافظ عليها. هذه الأجهزة فيها قابلية الخراب، والإنسان قادر على أن يجهزها. الأمثلة حين تساق كما يقولون تقرب من وجه وتبعد من وجه القاصر، لكن بالنتيجة حين تساق الأمثلة تقرب شيئا من المعنى. أنا جئت بهذا المثال لتقريب المعنى. أعود إلى كلامي أن العالم محروم بكل تلك التناقضات والاختلافات، ففيه القابلية على أن يرتقي وفيه القابلية على أن يدمر نفسه بنفسه. لا بد من وجود برنامج في هذا العالم قادر على إصلاح هذا العالم حين تصل القضية إلى درجة الخراب. وهذا البرنامج هو المشروع الحسيني، هذا هو المشروع الحسيني. لذلك ما تجدونه في الأحاديث من أن القضية قضية منذ الأزل، والقضية لا بد أن تكون، لا بد أن تكون لا بلحاظ الجو، وإنما الباري سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بهذا النظام ليمنح الإنسان الحرية. لو لم يكن العالم بهذا النظام هل يمكن أن يكون الإنسان حرا؟ ألا نتحسس الحرية؟ نحن نتحسس الحرية، الإنسان حر. صحيح لا توجد حرية مطلقة، والسبب أنه لا توجد حرية مطلقة قدرة الإنسان محدودة. الإنسان قدرته محدودة، لا يستطيع أن يفعل كل شيء، والله سبحانه وتعالى جعل قدرة الإنسان محدودة لقلة علمه، لأنه لو كانت عنده قدرة كبيرة مع علم قليل سنفلت. كلمة تنقل عن ابن سينا كان يقول إنني لا أخاف من شيء إلا من الثور الذي يسير في الطريق. قيل له لماذا؟ قال لأن له قرنان وليس عنده عقل. ممكن في أي لحظة يواجه، هو يشير إلى البشر، يشير إلى الناس، يشير إلى أصناف الناس. قال إني لا أخاف إلا من الثور لأن له قرنان وليس عنده عقل، يمكن أن يستعمل قرنيه وقوته في أي لحظة. قدرة الإنسان محدودة لأن عقله محدود، لأنه محكوم بالجهل. المساحة العلمية التي يمتلكها الإنسان والتي يستطيع أن يتحرك فيها مساحة محدودة. هذا هو الفارق بيننا وبين المعصوم. نحن الله سبحانه وتعالى أعطانا ولاية تكوينية، كل واحد منا عنده ولاية تكوينية، ولكن ولايتنا التكوينية في عالم الخيال. أنت في عالم الخيال تستطيع أن تبني دول ثم تلغيها كن فيكون. في عالم الخيال تستطيع في عالم الخيال أن تتصور كل شيء، أن توجد كل شيء في لحظة كن فيكون، وأن تعدم هذه الأشياء في لحظة واحدة. المعصوم يقدر على ذلك في عالم الحقيقة. لماذا؟ ما هو الفارق؟ الفارق أن المعصوم لا يتصرف إلا بحكمة، أما نحن نفتقد هذه. لذلك أعطيت لنا القدرة في الخلق، في الإيجاد والإعدام والتكوين، فقط في مساحة الخير، لأننا بهذا القدر لا نؤذي أحدا. وأعطيت هذه القدرة لنا كي نتصور قدرة المعصوم. حين نقول بأن المعصوم ولاية تكوينية، كيف نستطيع أن نتصور
هذه الولاية التكوينية. كما في قضية المنامات، الروايات تحدثنا بأن الإنسان في بداياته لم يكن يرى المنامات، ولكن في مقطع زماني من بعد عصر نوح عليه السلام بعث نبي من الأنبياء فحدث الناس عن الجنان والنيران، فقالوا إنا لا نصدق ذلك حتى نراها. فكانت معجزته أن أراهم الجنان والنيران في المنامات، وتكونت هذه القدرة، ظهرت هذه القدرة. لا يعني أن هذه القدرة لم يكن الإنسان يمتلكها، وإنما لم تكن قد تفجرت. الإنسان يمتلك الكثير من القدرات ولم تتفجر لحد الآن، لم تظهر، ستظهر في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى كلامي بأن هذا العالم فيه القدرة على أن يفسد نفسه بنفسه. لا بد من وجود برنامج يصلح هذا العالم بشكل ذاتي. هذا البرنامج هو المشروع الحسيني. هذا الموضوع موضوع واسع جدا، أنا فقط هنا أشير إليه إشارة سريعة. هناك إشارات واضحة في الكتاب الكريم تشير إلى هذه الحقيقة. إذا ذهبنا إلى سورة البقرة إلى الآية 30 من سورة البقرة، والآية ربما العديد منكم يحفظها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ماذا قال؟ قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة تتحدث عن دماء الحسين، عن الدماء التي ستسفك. ورد هذا في الرواية، ولو لم ترد الرواية، أي دم أقدس تتحدث عنه الملائكة؟ أي دم أقدس حين تتحدث الملائكة هنا وتعترض أو تتساءل أو تستفسر؟ قل ما شئت. هل تتحدث مثلا عن أي دم، أم المنطق يقول لابد أنها تتحدث عن أقدس دم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فهل الملائكة ليسوا بمتأدبين بين يدي الله حتى يعترفوا هذا الاعتراف؟ لكن لأن القضية مذهلة، القضية كبيرة، هذه الرزية والمصيبة التي عظمت في السماوات والأرض، التي نقرأها في زيارة عاشوراء وفي غيرها، هذه المصيبة هي التي دفعت الملائكة للاعتراف. وإلا الملائكة لم يكونوا في مقام خارج الأدب. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا برنامج إصلاح، هذا هو البرنامج الموجود لإصلاح العالم، إصلاح هذا العالم. هذا العالم إني جاعل في الأرض خليفة، يعني سأجعل في هذه الأرض مخلوقا يمتلك حرية. وحين يمتلك حرية يعني يمكن أن يهتدي ويمكن أن يضل، يمكن أن يعدل ويمكن أن يظلم، يمكن ويمكن ويمكن. وأولاد آدم هابيل وقابيل، مقتول وقاتل، جيل واحد آدم ولد له هابيل وقابيل، هذا مقتول وهذا قاتل. يمكن أن يظلم، يمكن أن يعني، لا بد من وجود برنامج. هذا البرنامج هو الذي يحافظ على التوازن. قد لا نستشعر هذه الحقائق،
لماذا؟ لأننا أوغلنا في جهات أخرى. الإنسان حين يوغل في اتجاهات أخرى لا يستشعر هذه الحقائق، لأننا انشغلنا بأشياء أخرى. وحين أقول لأننا لا أقصد أنت وأنا فقط، وإنما أقول أجيال، قرون، مئات من السنين، تراكمات. لا أتحدث عن مقطع زماني نعيشه الآن، هذه تراكمات فيها آثار السقيفة. وآثار السقيفة أساساً هي جزء من المشروع الإبليسي الكبير في مواجهة بني آدم. قضية كبيرة جداً هذه القضية، قضية واسعة جداً. الرواية تتحدث وبتفصيل واضح عن المشروع الإبليسي، ولا يوجد مجال الآن للحديث عن هذه القضية. المشروع الحسيني هو في مواجهة هذا المشروع، في مواجهة المشروع الإبليسي، المشروع الإبليسي الذي يريد التدمير في هذا العالم، لا بد من وجود برنامج للإصلاح الذاتي. وهذا البرنامج يأتي رغما على الإنسان، رغما مثل ما السيارة يكون فيها عطل ومزودة ببرنامج لتصليح عطلها، رغما على السيارة يتصلح العطل، رغما على الطائرة يتصلح العطل، رغما على هذا العالم، رغما على هذا المشروع الإبليسي، هذا المشروع هو الذي يصحح الخطأ. لذا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في مشروعه العملاق، المشروع المهدوي العملاق، محركه مخزن الوقود أين؟ الحسين صلوات الله عليه. المحرك الذي يتحرك به المشروع المهدوي، ما هو محركه؟ ماركة المحرك حسيني، ماركة المحرك صنع في كربلاء، الرمز عاشوراء، الشعار يا الثارات الحسين، هذه ماركة المشروع، وهذا هو المحرك، وهذا هو مخزن الوقود، وهذا هو الزيت الذي يحرك المشروع المهدوي بكل اتجاهات. هذه الآية تتحدث عن البدايات، إني جاعل في الأرض خليفة، لنذهب إلى النهايات. وهذه الآية في الجزء الأول من الكتاب الكريم، الآية 30 من سورة البقرة، لنذهب إلى الجزء 30 لآخر القرآن، إلى الجزء 30، إلى سورة التكوير، إلى الشمس كورت. كورة الشمس ما المراد بشكل موجز سريع؟ كورة الشمس أزيلت عن مكانها، كورة دفعت كالكرة، حين تدفع الكرة فإنك تكورها، حين أرمي الكرة، حين أقذف الكرة برجلي فإني أكور الكرة. إذا الشمس كورت يعني تغيرت، ليست في محلها. متى تكون هذه الأحداث؟ أليس هذه الأحداث التي هي مقدمات يوم القيامة؟ إذا الشمس كورت، ليس هناك من شمس، وإذا النجوم انكدرت، انكدرت يعني انطفأ ضوءها، غابت، انطمست، لا وجود لها. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. تصور معي هذه الصورة، وإذا الجبال سيرت. القرآن يتحدث أن الجبال حين تسير فكانت سرابا كالعهن المنفوش، كما في سورة القارعة، كالعهن المنفوش. العهن المنفوش القطن حين تنفشه، كالعهن المنفوش
هكذا تكون الجبال. تصور معي أنت هذه الصورة، نحن الآن نعيش مثلا على الأرض في يوم غد، وإذا الشمس تتكور تتحرك من مكانها ولن تبقى، ينطفئ الضوء، النجوم تختفي، وإذا بالجبال تتحرك وتكون كالقطن المنفوش، أو ترى بعضها كالسراب تسير من بعيد. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار يعني النياق، النياق التي يتبعها فصيلها، وهناك علاقة شديدة بين الناقة وبين فصيلها، يعني أن النياق لشدة الأهوال ولشدة ما يكون، وهو هنا تعبير كنائي، ليس فقط النياق، وإنما الناس سيذهلون جميعا. وإذا العشار عطلت، يعني أن العشار نفرت من فصيلها، أن هذه النياق نفرت من فصيلها، مثل ما تتحدث الآيات، يوم يفر المرء من جميع أهله، من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى غير ذلك. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. وإذا العشار عطلت يعني الحيوانات انقرضت، والوحوش بكل أشكالها حشرت وجمعت. الآن لو يدخل إلى المدينة مثلا 10 سباع مع 10 فيل مع 10 نمور، ماذا سيحدث الناس؟ وإذا الوحوش حشرت، الوحوش التي حشرت منذ بداية خلقتها، كم تكون الأعداد في هذه الظلمة، الشمس المكورة والنجوم المنكدرة والجبال التي صارت سرابا بحيث لا يوجد شيء يحجب عن رؤية ما بقي على الأرض. وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت. النفوس زوجت يعني زوجت الأرواح بالأبدان، يعني عاد الناس. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. متى؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هي في نفس تلك اللحظة. وإذا النفوس زوجت، هذه الصورة المهولة الكبيرة جدا. هنا يأتي السؤال، وإذا الموءودة سئلت. الصادق يقول هو الحسين عليه السلام، الموءودة هو الحسين، وفي قراءة أهل البيت وإذا المودة سئلت بأي ذنب، في قراءة الإمام الباقر، في قراءة الإمام الصادق وإذا المودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت، الصادق صلوات الله عليه يقول الموءودة الحسين سئلت بأي ذنب قتلت، مثل ما الحديث عن أقدس دم في بداية الخلق، السؤال عن أقدس دم أيضا في نهاية الخلق، وإلا ليس السؤال عن هذه الطفلة التي وأدها العرب في الجاهلية، هذه جريمة، ولكن هناك جرائم أكبر وأكبر منها في الأرض. الجريمة الأكبر هي هذه، السؤال في بداية الخلقة عن أقدس دم، تحدث الملائكة عن أقدس دم، وفي النهاية سؤال موجه لكل الخلق. في بعض الزيارات المنقولة عن أئمتنا نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وزيارة في كامل الزيارات، حتى يستثقر لك الله من جميع خلقك، لأن القضية مرتبطة بكل الخلق بكل التكوين، ليس القضية قضية تشريعية، حتى يستثقر لك الله، يأخذ لك الثأر من جميع خلقه. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لتتضح الحقيقة، ليتضح هذا الأمر،
لماذا نخاطبه يا ثار الله وابن ثار؟ ما معنى ثار في اللغة؟ الدم. يا دم الله وابن دمي. السلام عليك يا دم الله وابن دمي. لذلك يستثمر له من جميع خلقه. ولذلك السؤال موجه للجميع، وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب، ما هو ذنبك؟ هنا تتضح الحقائق. هذا هو البرنامج الإلهي للإصلاح الذاتي لهذا الوجود. بعد هذه الآيات تأتي، يأتي التمييز، وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. بعد الإجابة الآن كل واحد يقف صحيح، كل مخلوق ليس الناس فقط. وإذا الصحف نشرت، الامتحان هنا، والآن هذه الإجابات ووثائق الامتحان المترج. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. نشرت الصحف. بعد ما نشرت الصحف وصلنا إلى النهاية، وإذا السماء كشفت وزينت، وإذا الجحيم سُعرت، لأن النتائج صارت واضحة، وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، قال إمام يخنس يعيد. لا أريد أن أكمل الحديث يطول الحديث عنه. قال يخنس يعيد وهو الإمام الغائب. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. هذا هو عصر الغيب، لأن السور التي تحدثت عن الفجر والفجر إنه عصر ظهور الشريف، وسورة الفجر هي سورة الحسين، اسمها في حديث أهل البيت عند أهل البيت سورة الفجر، هي سورة الحسين. وابتدأت والفجر، قال هو فجر ظهوره الشريف صلوات الله عليه، وانتهت يا أيتها النفس المطمئنة. هذا الخطاب الإلهي لحسين في يوم عاشوراء، ارجعي إلى ربك. الكتاب كله من أوله إلى آخره في حسين وآل حسين. لو أردنا أن نتأول ولا أقول أتأول بهذا المعنى الشائع، لو أردنا أن نتدبر في آيات الكتاب الكريم وفقا لمنهج علي وآل علي صلوات الله عليهم، لوجدنا حسينا وآل حسين في كل حرف من حروف القرآن الكريم. على أي حال، أعود إلى جوهر الموضوع الذي حديثي يدور حوله، أن المشروع الحسينية هو البرنامج الذاتي في هذا العالم، في عالمنا، لإصلاح هذا العالم. ولذا سيتخذه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه شعارا. متى يتحقق البرنامج الإصلاحي؟ أليس على يده؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا. على أي أساس؟ تحت أي شعار؟ أليس تحت اسم الحسين؟ أليس تحت راية الحسين؟ والقضية مستمرة، دولة الحق تستمر أطول وأطول من دولة الباطل. ما كان يقوله صلى الله عليه وآله وسلم، إن للباطل جولة وللحق دولة، جولة الباطل من زمان آدم إلى وقت الظهور، وهي فترة زمانية وإن طالت لا تعد بشيء مع دولة الحق التي تبدأ بظهور إمامنا وتستمر بالرجعة الطويلة جدا، الرجعة الطويلة والطويلة 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 والطويلة، وتلك هي دولة الحق.
ويتجلى المعنى الإصلاحي للمشروع المسلم هناك. هذه كلها جولة من زمان آدم إلى زمن الظهور، جولة يعني فترة زمانية قصيرة جدا لو قيست بالفترة الزمانية من زمان ظهور الإمام صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، فترة زمانية طويلة جدا، أحقاب وأحقاب. لا أريد أن أطيل عليكم، وبقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة، إذ بقيت هناك جهات من الحديث أريد أن أسلط الضوء عليها، لكنني أعتقد أن هذه المطالب التي بينتها ربما قربت شيئا من المقصد الذي قصدته. لن أذهب بعيدا عن واد الطفوف وأبقى متقلبا بين أثنائها. أذهب بكم إلى زيارة الناحية المقدسة، أخذ لقطتين من زيارة الناحية المقدسة. إمام زماننا هو الذي يتحدث، ماذا يقول في هذه الزيارة الشريفة وهو يخاطب أباه الحسين؟ حتى نكسوك عن جوادك، حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، البواتر السيوف. هذه الصورة تقرؤونها وتسمعونها، هذه الصورة فيها معلومة لم أجد أحدا قد ذكرها، لا وجدت ذلك في كتاب ولا سمعت أحدا تحدث عنها. صورة مؤلمة جدا، لكن هناك غفلة عن هذه الصورة. متى نكس سيد الشهداء عن جواده؟ كتب المقاتل تحدثنا بأن سيد الشهداء بعد أن كثر النبض في جسده حتى صار كالقنفذ، وأخذت منه الدماء كل ما أخذ، ولا زال ممتطيا صهوة جواده، ولكنه كان متعبا، آثار التعب واضحة، لذا استند على روحه. في هذه اللحظات صالح بن وهب المزني طعنه بالرمح في خاصرته الشريفة، وسقط سيد الشهداء على الرماد على خده الأيمن. حتى نكسوك عن جوارك فهويت إلى الأرض جريحة. المعلومة التي أريد أن أشير إليها هنا في هذه العبارة، تضعك الخيول بحوافرها، الحسين وهو على قيد الحياة، هذه القضية لا تذكر، الزيارة هكذا وهو جريح، فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها،
وضع بالخيول وهو حي. تلك قضية ثانية بعد أن قطع رأسه الشريف داسته الخيول. هذه التي تذكر دائما متى كانت ومتى حدثت؟ بعد أن قطع رأسه الشريف، حين نادى عمر بن سعد يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. أما زيارة هنا، الزيارة هنا تتحدث عن أن الخيول وضعت الحسين وهو على قيد الحياة حينما كان جريحا. انتبهوا للعبارة: حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحواثرها وتعلوك الطغاة ببواترها. وتستمر الزيارة: وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجك عليه منويا برزت من القدور، إلى أن تكون الزيارة والشره جانس على صدرك. يعني هذه الأحداث كلها وقعت بعد أن وضعت الخيول سيدة الشهداء. لأنه دائما حين يكون الحديث عن وضع الخيول لسيد الشهداء يكون الحديث عن الواقعة التي وقعت بعد قطع رأسه الشريف. الزيارة هنا تتحدث قبل قطع الرأس وقبل أن يذهب الجواد إلى الخيام. حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحواثرها وتعلوك الطغاة ببواترها. يعني الإمام كان جسمه جراحة بجنب جراحة. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان في جسد الحسين ألف جراحة. ألفان من الجراحات، يعني 2-0-0-0، ألفان من الجراحات. قطعا الجسم البشري لا توجد فيه هذه المساحة لأن تكون في هذه الجراحات، لكن جراحات الحسين كانت جراحة داخل جراحة، في نفس الموضع الذي يدخل فيه الرمح تقع السهام والنبال وضرب السيوف والحجارة وضرب العصي، ويزيد على ذلك حواثر الخيول. زيارة هكذا تقول بأنهم وضعوا الحسين وهو على قيد الحياة بحواثر خيولهم، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحواثرها. من خلال القرائن الموجودة في كتب التاريخ وفي روايات المقاتل، سيد الشهداء اللحظات الأخيرة كان قريبا من الخيام حينما وقع، حين طعنه صالح بن وهب ووقع كان قريبا من الخيام، لأن عبد الله بن الحسن فر من بين يدي زينب من داخل الخيمة وخرج وذهب إلى الإمامة. لكن الآن نحن نجد أن المنحر الشريف بعيد عن مكان الخيام، بعيد نسبيا. أنا لا أقول هذا على وجه اليقين، ولكني أستنتج هذا الاستنتاج، أقول لأن الخيول حين وضعته دفعت به إلى هنا. قطعا حين وهي آلاف من الخيول وليس فرس واحدة، آلاف مؤلفة، حين وضعته الخيول وكانوا يتسابقون على إلحاق الأذى بسيد الشهداء، مثل ما كانوا يتسابقون بضربه بالسيوف ويتسابقون بطعنه بالرماح، تسابقوا أيضا على وضعه بحواثر الخيول. أنا لا أقول هذا يقينا، ولكن بحسب القرائن التاريخية كان الحسين في اللحظات الأخيرة قريبا من المخيم، لكن الآن المنحر في مسافة بعيدة نسبيا عن موقع المخيم الحسيني. أقول ربما هذه الخيول، وهذا شيء طبيعي، كثرة الخيول وسيد الشهداء وهو على قيد الحياة. وللعلم
سيد الشهداء الوحيد 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 من شهداء الطفوف قطعوا رأسه وهو على قيد الحياة. بقية الشهداء كلهم إن كان من أهل البيت ومن الأنصار قطعت رؤوسهم بعد أن فارقت أرواحهم أجسادهم. سيد الشهداء بقي حياً إلى آخر ودج من أوداجه. في بعض كتب المقاتل شمر بن الجوشن وهو يقطع رأس الحسين عليه السلام يقول له: دانق، دانق يعني أقل من الفلس، دانق من جائزة يزيد أحب إلي منك ومن جدك. الصورة الثانية التي أردت أن أقف عندها، اللقطة الثانية من زيارة الناحية المقدسة، الإمام الحجة وهو يخاطب سيد الشهداء ماذا يقول؟ يقول: السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين. ويقول أيضا: السلام على المنثور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى. هل هناك فارق بين قطع الوتين وبين النحر؟ نعم هناك فارق، لأن الحسين نحر وذبح. ربما لا يعرف البعض ما الفارق بين النحر والذبح. الآن حين نريد أن نذبح الخروف فإننا نقطع أوداجه بالسكين، هذا هو الذبح. لكن البعير لا يذبح، ينحر. البعير ينحر. كيف ينحر؟ يطعن بالرمح هنا في منحره. الإمام الحجة هنا في الزيارة يتحدث عن أن الحسين نحر وأنه ذبح. السلام عليك أيها المنثور في الورى، السلام على المنثور. إذا رجعنا إلى كتب المقاتل، نعم الحسين نحر، ونحر بأي طريقة؟ سنان بن أنس طعنه بالرمح هنا في ترقوته، وحرمل ابن كاهل الأسدي وجه له سهما في نفس الموقع الذي فيه نحر، ووجه له سنان بن أنس سهما هنا في حلقه عند المذبح. بعد ذلك جاء شمر وقطع أوداج الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإمام هنا يخاطبه في الزيارة بهذين الوصفين: بالمنحور وبمقطوع الوتين. مقطوع الوتين يعني الذي قطعت أوداجه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. اللهم بآهة إمام زماننا لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا، لا في حياتنا ولا عند مماتنا ولا في قبورنا. وعرفنا وجه الحسين ووجه الحجة ابن الحسن في ساعات يوم القيامة بحق حسين وآل حسين. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على